ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي وداد القاسمي من مدرسة الموهبة، واليوم سأشرح لكم درس الضمائر المتصلة. يوجد لدينا 5 ضمائر متصلة. أنت للمفرد المذكر، مثال: أنت ذاكرت دروسك. أما أنت فهي المفرد المؤنث، مثال: أنت شربت العصير. أما أنتما فهي للمثنى المذكر والمؤنث، مثال: أنتما أجبتما عن الاختبار. أما أنتن فهي للجمع المؤنث، مثال: أنتن شربتن العصير. أما أنتم فهي للجمع المذكر، مثال: أنتم لعبتم في الحديقة. والآن في سبيل المثال سوف أشرح لكم، سوف أوظف لكم فعل تعلم على كل الضمائر. أنت تعلمت، أنت تعلمت، أنتما تعلمتما، أنتن تعلمتن، أنتم تعلمتم. وفي الختام أشكر معلمتي الأستاذة هبة على تدريسها المستمر لي، وإلى اللقاء.